من الحاجات اللي دايما نقولها على دوري الدرجة التانية ان انت عشان تصعد للدوري الممتاز هيبدأ تبقى محتاج لعيبة جديدة، محتاج لعيبة زي ما بيقولوا لعيبة خبرات، لعيبة دوري ممتاز. وبصراحة شديد عشان ابقى امين معاك اكتر، يقول لك طب ما نجيب مدرب له خبرات في الدوري الممتاز. بالظبط. الجمل اللي بنسمعها مكررة دي واكيد انت عايشها وبتفكر فيها. بالظبط. الوضع بالنسبة لك ايه؟ أسوان عامل معاك ايه؟ محافظين عليكم كمل معاهم ولا لسه محدش اتكلم معاك ولا انت مش حاسس انك هتكمل معاك؟ يعني الوضع ايه؟ هو الوضع مبهم لغايه دلوقتي يا كريم، ما اكذبش عليك. اتسالنا السؤال ده، بتساله في كل حته، خصوصا خاصه بعد ماتش امبارح. انا من خلالك برضو بشكر اللعيبه اللي قدوا مباراه كبيره امبارح مع الزمالك. ممكن اقول لحضرتك مفاجاه ان اللعيبه، يمكن اخر ماتش لينا في الدوري مع الفيوم كان يوم 14، اول تجمع لينا كان يوم 18، 4 ايام. في عرف الكوره كبير جدا ان انت ما تتمرنش. ده كان هاجس بالنسبه لي ماتش امبارح، ان خايف الناحيه البدنيه تكون فارقه مع فرقه كبيره زي الزمالك، فرقه متصدره الدوري الممتاز. بالنسبه لموضوع ان انا مكمل ولا مش مكمل، الموضوع كله عند الاداره. احنا زي ما بقول، لو في حاجه برضه عايز اقولها لك يا كريم، ان احنا شغالين من غير عقد. ان احنا شغالين، احنا ابناء النادي، ده بالنسبه لنا احنا بنعتبره تكليف، بنعتبره تجربة بالنسبة لنا كويسة.